السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي الحبيبات، طالبات الصف السادس، نستكمل اليوم الجزء الثاني من درس تمثيل النسب المئوية الأكبر من 100 أو الأصغر من 1. من خلال الدرس نستطيع كتابة النسب المئوية الأكبر من 100 أو الأصغر من 1. نيجي مع بعض مثال 2 بيج 171. اكتب 1 over 2% في صورة كسر اعتيادي وكسر عشري. نلاحظ أن النسبة المئوية الأصغر من 1 هي أصغر من 1 over 100 من الكل. نيجي مع بعض نكتب 1 over 2% في صورة أولا كسر اعتيادي. 1 over 2 over 100 كتبناها في صورة كسر، بسط ومقام. نكتبها في جملة قسمة 1 over 2 divide 100. أي عدد صحيح أو أي عدد كلي مقامه 1. نلاحظ هنا كسر اعتيادي تقسيم عدد كلي أو كسر اعتيادي في خطوات 7 ودرسناها من قبل. المقسوم اللي هو النص ينزل كما هو. علامة القسمة تحول إلى ضرب. نوجد مقلوب المقسوم عليه 100 over 1. نوجد مقلوبه يبقى 1 over 100. نضرب 1 multiply 1 equal 1, 2 multiply 100 equal 200. إذن يمكن كتابة 1 over 2% في صورة 1 over 200. نيجي مع بعض نكتب 1 over 2%. اتفقنا ان 1 over 2 بتساوي 0.5 او 0.50. إذن النص بالمئة بتساوي 0.5%. نكتب 0.5 divide 100. 0.5 اللي هو موجود في البسط يعتبر لو كتبناها في صورة جملة قسمة يعتبر المقسوم. ما ينفعش عندي يكون البسط أو المقسوم يكون كسر عشري، لازم نطرد البوينت. نلاحظ هنا أن البوينت بعد رقم 1، إذا نضرب في 10 زي ما ضربنا في البسط نضرب في المقام. ليه ضربت في 10؟ لأن البسط عندي كسر عشري ولازم أطرد البوينت الأخير لأجعله عدد صحيح. عند ضرب كسر عشري في 10 بحرك البوينت اتجاه اليمين مرة واحدة، إذا البوينت طلع بره يكون الناتج 5 over 100 multiply 10 equal 1000. إذن أكتبها في صورة كسر عشر إزاي؟ بضع البوينت بعد 3 أرقام 0.005. إذن يمكن كتابة النسبة 1 over 2% في صورة 5 من 1000. نيجي مع بعض نحل. حاول أن تحل. A. اكتب كل نسبة مئوية في صورة كسر اعتيادي وكسر عشر. 2 over 5% نضع أيضا 2 over 5 نقسمها على 100. أي عدد صحيح مقامه 1. 2 over 5 يعتبر المقسوم ينزل كما هو. نحول عملية القسمة إلى ضرب. نوجد مقلوب المقسوم عليه بدل ما يبقى 100 over 1 يكون 1 over 100. 2 multiply 1 equal 2. 5 multiply 100 equal 500. لازم أخلي المقام عندي ليكون 10 أو 100 أو 1000.
المقام عندي هنا 500، إذا نضرب فيه أحسنتم 2 لنجعل المقام 1000، ونضرب أيضا البسط فيه 2. 2 multiply 2 equal 4. 500 multiply 2 1000، أصبح المقام عندي 1000. بسهولة نكتب الكسر العشري، المقام عندي 1000. إذا نضع البوينت بعد 3 أرقام 0.004. إذا 2/5% عندما كتبناها في صورة كسر اعتيادي أصبحت 2/500. من خلال 2/500 ضربنا كل من البسط والمقام في 2 عشان نكتبها في صورة كسر عشري، أصبح عندي 5/1000 equal 0.004 أو 4/1000. بكده يكون انتهينا من الجزء الثاني من الدرس، وإن شاء الله في فيديو آخر نستكمل الجزء الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.